ومصر تأمل وترى أن هذا العهد الدولي يجب أن يتجز على التنمية. التنمية أساسية في أي عهد جديد يتعلق بمستقبل الهجرة. التنمية، الهجرة الشرعية، يصعب أن نحن نمنع الهجرة غير الشرعية بدون فتح باب الهجرة الشرعية، وبالتالي يجب أن نركز على الطرق القانونية لفتح الأبواب، لفتح تسهيل التأشيرات. من الصعب أن احنا نتخيل أن نستمر في هذا العالم وبهذه قيود الموضوع على التأشيرات والفيزات لمن من دول العالم الثالث. يجب فتح هذا الموضوع، يجب أن حماية المهاجرين، يجب منع التعرض لتسوية الإسلام بصورة سلبية والممارسات التي نراها في بعض الدول الأوروبية. احنا نبني عهد يملي فراغ حالي في التعامل موضوع الهجرة، يعطي صورة إيجابية وصورة لهذا المهاجر، وكأنها صورة على مجلة تايم ماجازين، صورة فيها ابتسامة وفيها أمل للمستقبل، لأن الهجرة لو نظمت بشكل حميد وبشكل إيجابي ستعود بالخير والنفع على جميع المجتمعات وعلى الدول على السواء.